بسم الله الرحمن الرحيم في سياق شرحنا لمادة التحرير العربي سنشرح في هذا الدرس إن شاء الله تعالى التفريق بين صوتين من أصوات العربية هما الضاد والضاء ونشرح الفرق بينهما نظرا لما بينهما من تشابه وسيكون شرح الفرق بينهما من ثلاثة محاور سنشرحهما من الفرق بينهما من حيث المخرج والفرق بينهما من حيث الصفات والفرق بينهما من حيث الكتابة. سنفرق بين صوتين من اصوات العربية هما الضاد والظاء وسيكون التفريق بينهما من حيث المخرج ومن حيث الصفات ومن حيث الكتابة وسنبدأ الآن بالعنصر الأول وهو التفريق بينهما من حيث المخرج. في هذه الصورة لمخارج الحروف وهو تجسيد للحلق الحنجرة والفم والشفتين سنشرح إن شاء الله تعالى مخرج حرف الضاد ومخرج حرف الضاء مخرج حرف الضاد هو إحدى حافتي اللسان والمقصود بالحافتين الجانبين إما الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر الذي يقابله فالحرف الضاد يخرج من حافة اللسان من جانب اللسان كاملا عن طريق التصاقه بما يلي الأضراس العليا هنا بما يلي الأضراس العليا هنا لذلك لا بد أن تنحرف اللسان إما إلى أقصى اليمين وإما إلى أقصى اليسار وتلتصق بأعلى الأضراس العليا من أجل النطق بهذا الحرف فيقال إض ولك أن تخرجها من أقصى اليمين أو من أقصى اليسار وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج حرف الضاد من أي شتقيه شاء أما مخرج حرف الضاد فإنه طرف اللسان إذا نحن قلنا هنا حافة اللسان بمعنى جانب اللسان أما هنا فطرف اللسان نعني به أول اللسان هنا أو رأس اللسان من جهة الشفتين ورأس اللسان يرتفع ليتصل بأطراف الثنايا العليا أطراف الثنايا العليا لذلك يمكن رؤية رأس اللسان عند النطق بالضاء لذلك نقول الآن ظافر ظلام فتخرج اللسان ويلتصق طرف اللسان باطراف ال ال الثنايا العليا لاخراج حرف الظاء اما حرف الضاد كما قلت لكم قبل قليل فانه يخرج من حافه اللسان اي من الجانب الايمن او الجانب الايسر منه كان هذا هو التفريق بينهما من حيث المخرج العنصر الثاني في التفريق بين هذين الصوتين هو التفريق بينهما من حيث الصفات والحقيقة أن حرف الضاد والضاء يشتركان في خمس صفات أه هذه الصفات الخمس المشتركة هي الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات لذلك عندنا حرف الضاد وحرف الضاء حرف الضاء له خمس صفات وهي هذه الصفات التي ذكرناها قبل قليل الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات إذا هذه الصفات الخمس هي كل مكونات حرف الضاء في حين أن حرف الضاد له ست صفات. هذه الصفات الخمس وصفه زائده سنتعرف عليها بعد قليل ان شاء الله تعالى، ولكن قبل ذلك نريد ان نعرف معنى هذه الصفات تعريفا سريعا. المراد بصفه الجهر هو ظهور الحرف دون ان ينطلق معه النفس والهواء بشكل ملحوظ. لذلك اذا قلنا إذ او إذ ووضعنا اليد أمام الفم فإنا لا نشعر بخروج الهواء معهما في حين أني لو, خرج لو أخرجت حرف مثل حرف الفاء وقلت إف أو إث وأرجو عمل هذه التجربة أقصد بهذه التجربة لنشاهد في المشهد السابق عند النطق بحرف الضاد والظاء فإن الهواء لا يتدفق مع الشفتين بمعنى أنك لو وضعت يدك هنا في مقابل فمك ونطقت بحرف الضاد فقلت إظ أو بحرف الضاء فقلت إظ فإن الهواء لا يتدفق إلى الخارج في حين أنك إذا نطقت بحرف الفاء مثلا أو حرف الثاء فقلت إف أو إث فانك ستلاحظ ان الهواء يتدفق من بين الشفتين وتشعر بذلك في يدك اثناء وضعها امام فمك وهذا هو الذي جعلنا نصف حرفي الضاد والظاء بالجهر وبالرخاوه ايضا وبالرخاوه ايضا لان انحباس الهواء عند النطق بهذين الصوتين يكون انحباسا ناقصا بمعنى انه لا ينحبس خروج الهواء تماما ولكن خروج الهواء يكون في غايه الضعف. بالنسبه الى صفه الاستعلاء هو ان اللسان تعلو عند النطق بهذين الحرفين والاطباق يعني ان اللسان تنطبق الى مع الحنك الاعلى او على الحنك الاعلى عند النطق بهذين الصوتين وبالنسبه الى الاصمات فان المراد به الثقل المراد به الثقل لان هذه الاحرف ليست من الاحرف الشفويه التي تخرج من الشفتين او من ما جاورهما من اللسان دون التصاق بالثنايا العليا. الصفة السادسة كما ذكرنا قبل قليل هناك خمس صفات مشتركة وهذه الصفات موجودة في حرف الضاد وموجودة في حرف الظاء إلا أن عندنا صفة سادسة ينفرد بها حرف الضاد وهي صفة الاستطالة صفة الاستطالة ومرادنا بالاستطالة كما ذكرنا قبل قليل هو أن مخرج آآ آآ هذا الحرف طويل استطاله هنا في حافة اللسان كاملة من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى، لذلك قلنا الاستطالة صفة للضاد دون الظاء، وهي الفرق الوحيد بينهما في الصفات، ومعنى الاستطالة أن يمتد صوت الضاد عند النطق بها في حافة اللسان كلها من هنا إلى هنا، فيظهر خروج الهواء بعد ضغط حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا، بمعنى أن اللسان تنحرف الى جهه اليسار او تنحرف الى جهه اليمين وهذا هو معنى الاستطاله وهي الصفه الفارقه بين هذين الصوتين. اذا عرفنا الان الفرق بين هذين الصوتين من حيث المخرج وعرفنا الفرق بينهما من حيث الصفات وسنتعرف الان على الفارق الاخير بينهما وهو الفرق بينهما في الكتابه والفرق بينهما في الكتابه هو ان الضاد هي اخت الصاد. لذلك قلنا ضاد وصاد لا فرق بينهما في الكتابة إلا وجود النقطة على الضاد وقلنا الضاء أخت الطاء لأنه لا فرق بينهما أيضا إلا وجود النطقة على نقطة على الضاء وأنا أسمع كثيرا من الطلاب أنهم يفرقون بين بين هذين الصوتين فيقولون بعصا أو بغير عصا وهذا كلام لا داعي له ويقصدون بالعصا هذه الالف الموضوعه هنا هذا كلام لا داعي له لان حين نقول ضاء فهي على وزن طاء فيفهم انها تكتب بهذا الشكل كما ان الطاء تكتب بهذا الشكل وحين نقول ضاد وهي على وزن صاد كما ترون فإنها تكتب بهذا الشكل ولا فرق بين الضاد والصاد إلا في هذه النقطة إذا التفريق بين الضاد وبين الضاء كان من ثلاث جهات من جهة المخرج ومن جهة الصفات ومن جهة الكتابة كان هذا الدرس مخصصا للتفريق بينهما من هذه الحيثيات الثلاث ونلتقي في درس قادم إن شاء الله تعالى